من وين يرسمون لك دافنشي والباتشينو؟ بصراحة بهالمناسبة حي صراحة طول عمري أطالع الإعلانات وأفكر شلون سووها. يعني أنا هذا اللي بسولف. شخنا مثلا سوينا سمكه ولا سوينا مزهرية. أول مرة بحياتي أمثل. الأشياء اللي سويتها من ناحية الديجيتال آرت قاعدة تتدرس حق الطلبة. هذه الأمور كلها أنت قاعد تسويها بروحك؟ الله يعطيك العافية. إحنا اللي قاعد نغير فيه هو طريقة توصيل المعلومة للطالب. هذه الأشياء اللي قاعد نغيرها. النص النص هذه شنو؟ النص جواتي عزيز. هذا اللي كنت بقوله. اقول لك تعال اضحك بس لا تضحك. اول رده فعله شلون يعني؟ والله زين خوش يعطيك العافيه يا ولي امر يا الحبيب الايباد. السلام عليكم. السلام. طيك العافية. الله يعافيك حياك الله. أخوي تدرس رسم عدل؟ عدل. وآخر شيء هدى عدل؟ إيه. عرفتك عيل. أخوي معك ولي أمر. مو معقول اللي قاعد أسويه بعيالنا. شنو يعني يرسمون لك أينشتاين ودافنشي والباتشينو؟ يبقى أنا على أيامي كنت أرسم بوم. إيه؟ بوم وداخل البحر هذا على أيامي على حد علمي. وإذا كشخنا بالعيد الوطني سوينا الأبراج. إيه؟ من وين يرسمون لك دافنشي والباتشينو؟ يا اخوي احنا ما قاعد نرسم لا الباتشينو ولا دافنشي. عيل الحين براويك. شايف الحين البرنامج هذا؟ ايه. راح يكون كذي بالطريقه هذه نوصل فيها الدرس اللي احنا نبي. هذا هو بس شي تطلع الصوره. ايه اي والله الحين اذا اصور سيلفي وتطلع صورتي هني وترسم بس لا والله والله زين خوش يعطيك العافيه يا ولي امر يا الحبيب الايباد. الفنان عبد العزيز لدويسان مصور فوتوغرافي ومصمم للصور الفوتوغرافية. يمتلك موهبة تختلف عن غيره من المصورين، وهالموهبة المختلفة هي سبب تميزه وشهرته. احترف وأتقن فن الجرافيكس، وخياله في تصميم الصور ما له حدود، وكل صورة نشوف فيها إبداع فني تعبر بشكل مباشر أو غير مباشر عن مضمون هذه الصورة. وهالشيء أكيد ما نلقاه إلا بالفنان الحقيقي اللي بنتعرف عليه في حلقتنا اليوم من برنامج منصات. شو الساعة المباركة؟ ساعتك أبرك الله. شلونك مو نمر؟ والله الحمد لله. شلون الموقف اللي قبل شوي؟ والله الموقف قاعد يصير ويانا بشكل دايم ترى. هذا ودي أنا أعرف يعني سافة الناس هذه أو أولياء الأمور يعني يمكن في بعضهم طريقة خطابهم أو مثلا استفسارهم تكون شوية فيها وعليها، فأبي الموضوع نفسه اللي احنا تكلمنا عنه هذا هو شنو هو الموضوع هذا؟ موضوع الأبليكيشن أو احنا يمكن أنا الوقت الحالي أو خلينا نقول الوقت اللي طاف كنت احاول اغير مفهوم التدريس بشكل كامل. جميل. اول كنا يمكن من واحنا صغار عيالنا وعيال عيالنا واحنا واللي قبلنا كنا مدرس الفنيه عنده امكانيات محدوده، ارسم قاع البحر، قاع البيئه البريه، قاع البحر، سمك، اذا كسر الدنيا قلنا مثل ما انت قلت لي العيد الوطني بالضبط، بس ما عندنا شيء ثاني. او يعني كشخنا مثلا سوينا سمكه ولا
سوينا مزهريه. المدرس نفسه ما قاعد يعطي من نفسه انه يعطينا مثلا شيء جديد، يفكر انه يجيب ماده جديده. ما كان موجود وهو مطلوب منه. صح. انا بالوقت الحالي قاعد احاول اني ادخل هذه الاشياء الجديده اللي يحبونها الطلبه. حلو. الحين عيالنا هم صغار قاعدين يحاولون انه لو بتكلمه باي شيء يقول لك انت تبي اي معلومه بالتليفون، بتروح حق ولدك اللي عمره 8 سنين تقول له شلون يتسوى هالبرنامج، شنو الطريقه اللي ممكن نسويها عشان صح. يشتغل. صح. فعندهم درايه كبيره في البرامج هذه الجديده. خلاص هذا يحاول، هذا صار جوهم يعني، هذا جوهم هو اعتقد الابلكيشنات والمنصات هذه اللي موجوده. ما يبون ورقه وقلم. لما احنا قاعد نشوف بالميدان لما تعطيه ورقه وقلم ما يبي ورقه وقلم، يبي الايباد، يبي الكمبيوتر، يبي شيء جديد يلامس حياتهم اللي الحين، ما يبي شيء قديم. خلاص ورقه وكراسه، بطل كراسه، هاك الالوان، ارسم، خلاص. حتى تشوف الطالب، انا جربت اياهم اكثر من تجربه، لما نجيب لهم الاشياء الجديده هذه، لو انا بس امسك الايباد، مو ما عنده الايباد، انا قاعد اشرح له الايباد، لا تشوف طريقه تركيزه معاي وانا قاعد ارسم على الايباد وقاعد اراوي طريقه توصيل المعلومه له كدرس، ولا تشوف الانتاجيه اللي قاعد تصير. يعني شيء ملحوظ واضح ان الطالب يبي الاشياء الجديده هذه، التكنولوجيا يعني الابتكارات هذه الجديده اللي هي الايباد ولا السوشيال ميديا نفسه او البرامج اللي موجوده حق الرسم. أكيد. تلوين ما تلوين. أكيد. بس القلم او الريشه اعتقد لها احساس، لها احساس موجود. موجود هذا اللي انا اتكلم موجود حتى بالتكنولوجيا نقدر نعطي قلم بالضبط، عشان احنا عشان نفرق ما بين الهاوي واللي هو اساسا الرسام وبين التربيه الفنيه اللي احنا قاعدين نسويها في المدرسه اللي يعني نساهم في ذوق الطفل او الطالب نفسه، التلميذ نفسه، يعني هالامور هذه. احنا يعتبر عندنا معلومه قاعد تجي من المنهج من التربيه نفسها كوزاره. قاعد تعطينا منهج مضطرين ان احنا نمشي عليه. ما قاعدين نغير فيه، احنا اللي قاعد نغير فيه هو طريقه توصيل المعلومه للطالب. هذه الاشياء اللي قاعد نغيرها. احنا لو بتجيب له كراسه، لو بتجيب له وسيله معلقه على المرسم، لو بتجيب له شيء مطبوع، ما راح يكون متفاعل فيه كثر مثلا متراوي فيديو على طريق اليوتيوب. او مثلا انت تشرح له تبطل الابلكيشن تحط له كاميرا وتشرح له بالطريقه. بس العقليه صارت كذي يعني الحين. هذا اليوم انت ما تتكلم يمكن بس عن عيالنا تلاميذنا في الكويت او مثلا في الوطن العربي، لا بشكل هذا بشكل عام يعني. هي نفس هذا يبى الحكي وايد. تعال خل نروح انا وياك سالفه وياك شوي. يلا ما شاء الله قاعد يقولون يعني، او حسب ما عرفت انا، ان في تعديل انت مسويه في المنهج او في شيء ابديت مسويه. هذا ودي اعرف في اخر 3 سنوات. ايه؟ تم اضافتي انا اللي سويته خلال 16 سنه. ايوه تم اضافته لانه يدرس للطلبه في منهج الحاسوب الصف السابع. حلو، هذا انجاز يعني، انا استانست فيه الصراحه انه تم، هنقول تكريم هاي 16 سنه اللي اشياء اللي سويتها. جميل. من انجازات الحين الوقت الحالي يدرس حق الطلبه في الصف السابع كمنهج حاسوب، شلون طريقه تقص الصوره، شلون تقص صوره، شلون تركبها، شلون تفكر بفكره تقدر تطبقها انت كطالب عمرك 11 سنه او 12 سنه. حلو، زين. فهذا اعتبره انا انجاز بالنسبه لي. والله تستاهل، وبالعكس يعني قاعد يعني نشوف احنا شيء مميز عندنا، وبالعكس الواحد يعني اليوم اذا طلعنا بنتيجة من الإبداع اللي أنت قاعد تسويه، هذا شيء وايد حلو. بعد قبل شوي كنا قاعد نسولف أنا وياك، تقول أنت بسابعة أو أنت يدرسونك أو أنت يعلمونك أو دورة، ما نعرف. هذه هي أن أنا الحين وقت الحالي. أيوة. الأشياء اللي سويتها من ناحية الديجيتال آرت. أيوة. قاعدة تتدرس حق الطلبة. حلو. عشان يطلعون هم، إحنا السنين اللي طافت بداية الحاسوب، منهج الحاسوب كانوا أيقونة، هذه تقص الصورة، هذه ماوس، هذه تحرك، البرامج الموجودة المتاحة في منهج الحاسوب. حلو. لكن في آخر 3 سنوات قاعد يدرسونهم على قولتهم، أنا قاعد يدرسونهم الأشياء، الإنجازات اللي أنا سويتها. أيه. الأشياء اللي أنا بديت واشتغلت فيها من ناحية الحاسوب الآلي، شلون تقص الصورة، شلون تحطها، شلون تفكر بفكرة تقدر تطبقها بالكمبيوتر. حلو. هذا الشيء قاعد يدرسونه الطلبة نفسه. أيه. أنت قاعد تسولف كمبيوتر وبرامج وشغلات هذه، الرسم بنمر وين عن الرسم؟ أنا هل كان في بداية يعني بداياتك كان في رسم؟ درست عادي كلية تربية أساسية. حلو. تخرجت منها مدرس رسم. جميل. في أكثر من مجال، زيتي، الفحم،
المعادن، خشب، كل المجالات الفنية دشيت فيها. حلو. بس خلينا نقول لما طلعت من ورحت على الميدان اني انا ادرس عادي حالي حال اي مدرس، لكن في داخلي شيء تغيير، ابي اسوي، تبي الثوره الحلوه هذه. طول عمري اطالع الاعلانات وافكر شلون سووها، شلون فكروا فيها، شلون قدر اعلان اكشن معين ولا ولا فكره معينه تسوى بوستر الناس كلها تشوفها تقول يا الله توقف قدامها. فهذا كان طموحي من 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 قبل. حاولت اشوف شنو الخيوط اللي تقدر تساعدني، لقيت انه كمبيوتر، فوتوشوب، جرين سكرين، الاشياء هذه المتاحه. طبعا عندي معاش، بدايتي توني مشتغل، كان اقوم اشتري هذه كلها الاشياء وبديت اجرب، ما اعرف فيها ولا شيء. بس يعني لا دورات، لا دشيت، لا لا هي تجارب. انا شريت برنامج فوتوشوب، بديت اشتغل فيه، لقيت نفسي ما افهم فيه ولا شيء، سحبت عمري، رديت مره ثانيه قالوا لي عشان تشتغل بالطريقه هذه انك تقدر ترسم على الكمبيوتر لابد من انك تستخدم شيء اسمه ووكم تابلت اللي هو جهاز الرسم. نعم. بورد تحطه وتقدر ترسم عليه. اوكي. فرحت دورت، لقيت شيء اسمه جينيوس في ذيك الفتره، جدا تعبان، ما انصح ولا احد يشتريه. زين. كان كل شهرين ابدله لان الماوس القلم ما ياخذ الحساسيه مالت الايد، يعني انت الحين مو دقيق، ما في دقه. ايوه الفرشه، او اعطيك قلم رصاص واقول لك تعال شخبط، طلع لي درجات قلم رصاص تقدر تطلع لك 10 100 200 على حسب امكانياتك. صح. في الجهاز نفسه هذا الووكم، الجهاز الحساس اللي هو مع القلم، انت اللي قبل كان شيء بسيط، فكنت اروح اشتريه من حوالي واجرب. بعدين لا، سويت سيرش ولقيت انه في شيء اسمه ووكم، جهاز عالمي يستخدمونه اكبر الشركات، حتى بانه يرسمون سياره، مثلا سياره 2020 2021 شنو التغيير اللي بيصير، يرسمونه بهذا الجهاز، طبعا عن طريق فنانين وناس متخصصه بهالموضوع. فسويت سيرش لقيت انه موجود في امريكا، طلبت لي واحد، وصل لي، لقيت فرق شاسع. يعني تخيل من ذيك الفتره لغايه الحين وانا استخدم، وانا استخدم نفس الجهاز ما شاء الله. فساعدني وايد فإني أنا قدرت أرسم عن طريق الكمبيوتر بأشياء بسيطة جداً، بس تقدر أوصل فيها مسجات حق الناس. حلو. يعني أنا هذا اللي بسولف، هذا اللي بسولف عنه. يعني أنا ما شاء الله من حطينا إحنا الانستغرام، أنا حطيت الانستغرام أول من شفته بسالفة الصور، ما صور أنت صراحة بهالمناسبة حي صراحة. يعني هذا يعني تعبير مني لك. حبيب. زين. فالصور اللي قاعد اشوفها، الامور الفوتوغرافيه او الابداع اللي انت قاعد تسويه، ولحنا اكثر من مره توعدنا وقلنا على اساس نتشاور، بس انا ظروفي وظروفك ان شاء الله قريب ان شاء الله. فقبل اسولف بهالشغله هذه، ودي نطلع بهالتقرير هذا ونرجع نسولف. بس ايش رايك؟ بس تذكر ها مخرجنا بس انا اقول لك هذه التقرير. شفنا التقرير انا وياك، يعني انا ما علام ترى حبيبي. فالابداع هذا، الصور، الفنتك، الشغلات اللي شفناها بالتقرير، ولا يعني اللي انا كل يوم مرات ادش اتصفح انا احس براحه نفسيه ساعات لما اشوف، هي كوميديا ولا هي تعتبر يعني فن الساخر؟ ساخر طبعا لا اكثر من معنى، ولا شنو هالصور؟ شنو يعني شنو تبي توصله؟ يعني انا يمكن خلينا نقول بشكل اكبر في الوقت الحالي اشتغلت مع
90% من شركات الكويت الكبيرة والصغيرة. ما شاء الله. بزنس. تبارك. مطاعم. قهاوي. سيارات. شركات وبنوك. شركات اتصال كلها تقريبا بشكل عام. ماكو جهة معينة يعني مو محتكر حق جهة معينة. أوكي. لكن اشتغلت في كل المجالات بإني أنا أوصل مسج في انستغرامي. شنو هو المسج؟ إني أنا أقدر أسوي كل شيء. إنزين. فرد عضلات على قولتهم بفني. مجالي اللي أنا تعبت عليه خلال 16 سنة قادر إني أنا أسوي كل شيء. فكل مرة أسوي لهم فكرة فيها تكنيك ولا فيها رسالة معينة. أنا عملاق، أنا صغير، أنا أكلم نفسي، هو يكلمني، أنا أحد ماسكني عنده هو أنا ماسك نفسي. أوري شيء خلينا نقول يمكن صعب أن أي واحد يقدر يسوي، مو الكل يقدر يسوي. مع أن سوينا دورات، سوينا أكثر من، أنا سويت تقريبا أكثر من 138 دورة داخل الكويت وبرا الكويت، اللي هو قاعد أعلم الناس شلون تسوون بالفوتوشوب هذا الشغل. حلو. لكن مو الكل يقدر يسوي الفكرة. أنا أقدر أشتغل، عندي الإمكانية أنا أشتغل، بس شلون تفكر؟ يعني شلون تفكر؟ هذا على قولتهم هذا الترك. يعني مع الشغل الوايد، أنا أذكر مرة من المرات يمكن في مجالكم أنتم أكثر كفنانين، طالع مع واحد يشتغل فيديو. أيوة. قعدنا بالسينما قاعد طالع فيلم، كل ساعة يقول لي شو هاللقطة هذه؟ هذا يوم غير عن اليوم. قلت له ليش؟ يقول لأن اللحية شوية طلعت. مثلاً. قاعد أقول له يعني أنا قاعد أقول له كنا يعني أنا قاعد أحس بيني وبين نفسي أحس كنا قاعد يقص علي. فقاعد أقول مستحيل لاحظ لهالدرجة. اكتشفت في الوقت الحالي طريقة التفكير اللي أنا قاعد أفكر فيها، لو أسولف حق واحد يقول لي مستحيل هو قاعد يسوي شيء. فطريقة التفكير بالشغل الدائم، التفكير بالإعلانات إنك ما تعيدها، طريقة التفكير بالأفكار إنها ما تنعاد، هذه بروحها يبي لها طاقة. بروحها سالفة هذه. يبي لها طاقة ويبي لها بصراحة تسجيل. هذه فنياً أنت تعرف وأنا أعرف والفنانين والجمهور المتذوق يعرف، يعني هالأعمال هذه يبي لها مجموعة. يعني ما يكون فرد، يعني ما يكون واحد بروحه. يعني أنت اللي قاعد تقوله مثلاً الأفكار هذه وما تتكرر، يعني في أكثر من أحد يراجع، لكن هذه الأمور كلها أنت قاعد تسويها بروحك. الله يعطيك العافية. الله يعافيك صراحة والله. فهذا اللي على قولتهم، يمكن هذا اللي مستغربين من الناس. أنا المصور وأنا اللي أسوي الفكرة. أيوة. وأنا اللي أشتغل عليها. أيوة. وأنا اللي أمنتجها. وانا اللي اركبها. صح. وانا اسوي كل شيء برا. لو تروح يعني مثلا واحده من الدول اللي رحت حق اتحاد الطلبه برا بامريكا، ودي اسولف عن برا. يعني أيه. انت قاعد تسولف الحين احنا عندنا بالكويت، وانا على ثقه انه يعني اليوم بالكويت لك الناس اللي تتابعك والناس المتذوقه اللي تشوفك وهذا، ويعرفون ابو نمر منو وشهرته بالسوشيال ميديا وحتى. لكن برا احنا وين فيه؟ يعني المستوى اللي انت قاعد تسويه فنيا هذا برا، يعني لما تطلع انت وتوريهم هالشغلات هذه والانجازات وطريقه اعداده ولا طريقه انجازه او تنفيذه، نظره البرة يمكن اغلب الشركات اللي رحت لها شلون نظرتهم لك بالضبط؟ انا هذا اللي اقول لك، اغلب الشركات اللي رحنا لها برا تشتغل كل واحد باختصاصه. حلو. ماكو واحد مختص في هذول كلهم، فهم عندهم شيء هذا مو موجود. الكويتيين طبعا بشكل عام كويتيين يسوون كل شيء، قادرين عادي. مخرج ويعدل صوت ويركب اضاءه ويسوي اديتنج، يسوي كل شيء. صحيح. نفس الطريقه اللي الله يعطيهم العافيه. فنفس الطريقه اللي هو لما انا مثلا رحت حق واحده من الشركات برا مع اتحاد الطلبه في ذيك الفتره امريكا. أيوة. فقاعد يقولوا لي اللايتنج، منو اللي سوى اللايتنج هنا؟ اقول لهم انا. زين، من الفوتوغرافر؟ اقول لهم انا. من الممثل؟ اقول لهم انا. من اللي سوى الاديت؟ اقول لهم انا. فهم ما عندهم هذا الشيء برا، عندهم كل واحد بروح بالضبط، لا مجاله ولا قلت لك مجموعه. فالحمد لله ان انا على قولتهم الاحتكاك اللي سويته والتجارب اللي سويتها خلتني اعرف في كل المجالات. تم تبي اضاءه اعلمك على الاضاءه، تبي على الكاميرا اعلمك طريقه التصوير، تبي على الايديتنج اقدر اعلمك على الايديتنج، اعلمك تمثيل. انا امثل وايد بصوري، ان انا مثلا بوصل رساله اني انا قاعد اضحك، بس انا ماني ضحكه لها مسج. فلما اقول حق اي واحد عادي اقول تعال اضحك، بس هتضحك اول ردة فعله شلون يعني؟ أي. في رساله تقدر توصلها. ايوه. بين لي انك حزين بس ما بدموع، ما بي اوفر دراما. أي. لا، ابي مسج. فمو الكل يقدر يحاكي الكاميرا. فمع الممارسه قدرت اني افهم الكاميرا والكاميرا تفهمني. صحيح. زين، قبل لا نمشي في عندك شيء تبي تقوله؟ سالفه انا ناسيها. بقول شيء واحد، ان هذا الشيء اللي انا قاعد اسويه مو بيوم وليله. وايد في ناس حسبالها
هو تجربه صارت هي خلاص دقمه وتصير دقمه يبي لها 16 سنه لو بعطيك اياها في 3 4 ساعات 12 ساعه 16 ساعه يومين 3 ايام 4 ايام راح تقدر تاخذها تاخذ المعلومات اللي فيها بس تعال طبقها هني يبي لها ممارسه يبي لها شغل بالضبط عشان تقدر تطلع كواليتي قوي فوق هذا كله يبي لها احساس اكيد صح عدل. الحس هذا اللي احنا اليوم خلانا نقعد معاك وشي زين المرسم هني وايد حلو وما قصر قاعد يسوي محمد عبد الوهاب الله فريد لطرش هناك بس اكتملت الصوره حبيبي بوديك مكان يلا تروح يلا عادي فوقه ما عندك مشكلة؟ فوقة يلا مشينا عيل ها عاش زين تمام يا الربع ايش رايك بالمكان مكان جبار الحب على الجرح صح على الجرح والله هذه الصفه هم بعد موجوده عندي انا الصفه سلمكم الله ان فيني هوس في قضيه الاحذيه يعني لو بغيت اروح اشتري ملابس ابتدي اول شيء عزكم الله بالجوتي تالي اروح حق الملابس الثانيه هالشيء موجود عندك والله بعد. للاسف هو بشده على الطريقه ممكن تعب صراحه كل سفره كل سفرة لما سافر وياي عزكم الله جوتي حق إن جوتي مريح أيوة. وهذا جوتي حق بالليل أيوة. وهذا جوتي حق طلعة وهذا حق إذا مكان بحر هذا حق بحر ولازم عدة صحيح. بس للأسف اكتشفت إن كل ردة من سفرة الأشياء اللي أشتريها عزكم الله كلها جواتي ومو جواتي بيني وبينك شوي تشوي يعني أسعار شوية متعبة نوعا ما بس للحين الهوس ماني قادر أفتك منها للأسف أنا نفسك تعبني لا بالعكس ترى يعني هذه شغلة يقول لك تعرف ذوق الرجل او أيه. شيء كذي ما ادري هي شنو أيه. المعلومه ماني قايل شيء غلط بس أيه. يعني في شيء مميز في اختيار الاحذيه انزين هل الاحذيه هذه سلمك الله انت قاعد توظفها هم بعد بس بحياتك العاديه ولا هم بعد توظفها في 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 مجالك التصوير ايفنتات اللي ندعي مرات مثلا ايفنت في هذا الفاشن اللي يدد كذي نعطيهم شيء يواكب الممشى مالهم ساعه قاعد اسولف مع الشباب اقول لهم تعرفون الاوف وايت اقول لهم على السجاده اللي بالبيت تعرفون الاوف وايت كان يقولون ها يعني شنو قلت لهم هاي السجاده بلدينا لانها اوف وايت اوكي فهذا اوف وايت تو طالع صار له تقريبا سنتين هذا موديل واحد سواه بلش عزكم الله بالجوتي ياخذ جوتي من براند معين اوكي وهو يكتب عليه ايوه وهو يحط عليه ضرب أوكي. اكيد مر عليكم الاكس اللي فيها اسهم ايوه هو سوى شيء مو موجود صارت الناس تبيه دوره دواره قام سوى له براند على الاكس هذا براند كويتي لا لا مو بالكويت لا كان زين بالكويت لا برا الكويت هو يكتب عليه بطريقه معينه بسنه معينه حتى لو سنه يعني يرجع مثلا 2017 هذه السنه مثلا 2020 هاي السنه اللي طافت كانت 2013 مو 19 أيوة. فيغير بالسنوات عشان يصير له مثل براند لا هو كتابه معينه واشياء معينه اكس ما ادري شنو مختص في قضيه الاحذيه احذيه وبعدين راح على الهدوم قام يحط اكسات على الهدوم والشهر هل يعني سبحان الله وهو كويتي هذا لا اجنبي ما ايش فينا احنا مو كويتي لا لا مو كويتي مو كويتي المكان اللي احنا فيه مو كويتي انزين احنا هم بعد بالكويت يعني شوف بالفتره الاخيره او يمكن هي السالفه كانت موجوده من زمان بس الحين الفتره يمكن الحين صار يمكن 3 إلى 5 سنين حابين فيها بشكل وايد هي قضيه عزكم الله الجوتي ما عنديش داشه جوتي رياضه العشق هذا شلون هبوا فيه انت انا جوتي انت متى انا اول بالبدايه يعني كنت اقول شلون يلبس اديداس مع دشداشة. مع دشداشه ولا اول هبه سكتشر ما ادري شنو بعدين اديداس بعدين راحوا على نايكي بعدين بدا كبر الموضوع صارت فنعتك عندنا لا تطور صار كشخه صار جوتي صدق جوتي رياضه اغلى من جوتي العاديه وبيني وبينك ترى مريح والله مريح واحلى واسهل
ويمشي هم بعد تصير كنا ايوه رحت مشوار كذي كشخه ايه؟ دشيت الحين عروس ايه؟ رحت دش في عرس قلت لي هذا عادي اهم شيء نورمال اهم شيء مو المعرس لا لا مو المعرس والله حتى المعرس صدق لا والله المعرس حتى المعرس حتى يعني يعني في قالتهم براند وبراند يعني في جوات رياضه ماركات عالميه قاعد تسوي جوات رياضه لانه صار صدق هذا اللي كنت بقوله صارت مستهلكه انه صارت يعني في بعض الماركات قاموا يسوون ما ادري كنا شايفيننا يدرون عنا او اهو كذي قمت اشوف ان الجوتي اسكم الله السبورت قام يصير كانه كلاسيك يعني حتى انه يتماشى مع البدله ويتماشى حفلات التكريم لوت اللاعبين المشاهير مثلا أيوة. جائزه عالميه او شيء كذي يحضرون البدله جوتي رياضه عزك الله فصار جوتي رياضه يعني مو بس حتى بالكويت انه دشداشه شيء رسمي جوتي رياضه صار على مستوى العالم انه جوتي رياضه صار نورمال يعني يمكن يكون لك يعني هذا مخصوص لك قام يلبس عادي مع بدله مع اي شيء عادي صح قبل كان عيب انك تدش غلط دوام على سبيل المثال بنوك كان من قوانينهم لما تدش مقابله لازم عزك الله جوتي اسود مع دلاق اسود رسمي. لازم ما تدش شله الكلاسيك العادي شالوه القرار هذا شالوه عقب اخر 5 سنوات الناس صارت كلها رياضه صارت الناس كلها لا تعبني جوتي رياضه بشتغل 12 ساعه ولا 13 ساعه دوام البس جوتي رياضه بتعب ريولي جوتي رسمي يتعبني ويأثر على شخصيتي كامله حتى على الظهر فلا صار جوتي رياضه شيء اساس تبي وين الضحك تدري وين الضحك اقول الضحك سلمك الله ان في موضه ما ادري هذه ليه الحين شهرت ولا لا طبجه وطبجه مو ترى مو بس بدرب زلك ترى جد مرت علي اوكي طلع ادلاق ودلاق ادلاق اي فيها في طبجه وطبجه لا ادلاق بعد عليه فراوله وكيك وكيك وميكي ماوس وميكي ماوس ورياضه ولا يطلع لك سبايدر مان ولا سبايدر مان كل شوي قاعد يطقني بس لا طبجه وطبجه طبجه وطبجه ما شفتها؟ لا ما مرت لا بلشت ما وصلت بس طبعا بشكل ما راح اسويها حتى صدق والله قاعده تصير يعني شلون عندك انت مثلا الادلاق والادلاق ترى في عزكم الله الجوتي والجوتي يعني جايين على بعض بس هذا طبجه هذا طبجه هذا لون وهذا لون بس هم نفس الشكل واحد توهق طلع فيها وتوهق قال انا متعمد ترى شوف احنا لو نبي نرد حق الموضه في قضيه الجينز على سبيل المثال ولا اللي هم التيشيرت الطويل وهذا ترى كلها ترد حق حالات وانشهرت صح ولا لا نفس اللي قاعد نسولف احنا عن الموزه في التقرير سالفه الموزه موزه ولزاق وصارت ترند يعني بالضبط كان الدنيا كلها تتكلم عنها صح ولا لا فنان يا قال لك هذا معرض حق اللي فقار انا ايبه هذه لوحتي حط موزه علقها لزقها بلزاق سيلفر و يا بعدين فنان ثاني كلاها وصارت شو تاكل لوحدي صارت شهره اي حتى يعني مثلا احنا بالفاشن نتكلم انا مثلا اكثر تصويري ايه؟ ساعات احتاج اني انا البس سنه معينه مثل ممكن حتى مجالكم كتصوير تصوير وتمثيل إن مثلا سنه معينه فتحتاج شيء معين ايوه فانا احيانا في صحيح. افكار معينه احتاج لبس معين احيانا ما الاقي فاضطر اني مثلا اخيطه اسوي لي غوله هذه الكبيره من هذه الستينات السبعينات مثلا ابي غوله طويله عشان اوصل مسج اني انا مثلا في هالسنه في هالحقبه في هالشيء فهم حتى على الهدوم عزك الله هدوم وجواتي عزك الله كلها لازم يبيلها دواره يعني يبيلها شغل زين ابو نمر اذا سافر شنطته ملابس وشنطه واحده خلينا نقول سافر ابو شهر شنطه ونص النص هذه شنو؟ النص جواتي عزك هذا اللي كنت بقوله انا اي والله ياخذ لي 5 جواحيح يعني اغلب اللي وياي شبعين هون تحطهم شي سطرهم كل شيء لا شيء بغرفه الفندق شي مسطرهم عند الباب كلنا كذي والله اي والله انزل ويمشي مع الادلاغ ولا من غير ادلاغ لا ادلاغات الحين صارت عادي يعني الحين صرت البس هذين الملونين الهبي فيهم فدخلنا ويا الهبه يعني حلو عموما هذا شايفه هنيك نفسه اخوه انزل احنا طبعا شاكرين لك صحك على الدور ما ان شاء الله نكون احنا خفاف جميلة أول مرة بحياتي أمثل إنزين بداية الحلقة مثلت بعد خلاص راح نشوف الدور وتمثل خلاص إيه خلاص بعد ما يبي عندك الموضوع إنزين ومقابلة جدا لطيفة وحلوة سلم عمرك وما قصرت بصراحة هذا تستاهل إحنا يعني اليوم إحنا نشكرك على وجودك على سعة صدرك وإحنا على قولتهم تدردش بسيط حبيب. لا تعمقنا ولا بعدنا عن الموضوع كله عساكم على الجمهور إيش رأيك تختار لي شيء تعال خلنا نتحدى يلا بالضبط